أبرز الأخبار من قناة حلب اليوم. رئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن بلاده لن تطرد اللاجئين إليها أبدا، مشيرا إلى أن حكومته لن ترمي السوريين في أحضان القتلة. الأجهزة الأمنية في الجيش الوطني السوري تعلن إلقاء القبض على أكبر تاجر مخدرات في مدينة جرابلس شرقية حلب. مجموعة راجي فالحوط التابعة لشعبة المخابرات العسكرية في السويداء تفرج عن 25 مدنيا من أبناء درعا عقب اعتقال أهالي المخطوفين 5 شبان من السويداء. برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة يحذر من تفاقم أزمة الغذاء في سوريا جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تتجاوز 800% خلال العامين الماضيين، مشيرا لضرورة التحرك الفوري لإنقاذ السوريين من مستقبل كارثي. والي غازي عنتاب داود جول يزور برفقة والي كيلس سوي ترك مدينة الراعي بريف حلب الشمالي، ويتفقدان المنشآت الصناعية المقامة في المنطقة. الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثق خلال نيسان 2022 مقتل 101 من المدنيين، إضافة لمقتل 6 أشخاص بسبب التعذيب و194 حالة اعتقال تعسفي على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.